ولد الشاعر الراحل أحمد مشاري العدواني في عام 1923 حي الجبلة بالكويت، وبدأت رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه الابتدائي والثانوي بالمدرستين الأحمدية والمباركية. لم تقتصر فترة النشأة في حياة العدواني على تحصيل العلوم المدرسية فحسب، وإنما تفتحت عين الصبي على مكتبة والده الضخمة التي تضم كنوزا من الأدب العربي القديم، فقرأ العدواني المعلقات وسير الفرسان والأبطال العرب لتتشرب ملكاته منذ نعومة أظفاره معاني المروءة والشرف والفروسية. ومما كان له عميق الأثر في تعلقه بالشعر تلك المساجلات التي كان يعقدها والده مع محبي الشعر من أبناء الكويت، فتروى طرائف الشعراء ونوادر اللغة، وتثار المناقشات حول قصائد المتنبي والبحتري جنبا إلى جنب مع قصائد أحمد شوقي والعقاد وإيليا أبي ماضي وغيرهم من رواد النهضة الأدبية الحديثة. تمتد في هذه الحلقة معنا حضرة المشاهدين الإضاءات على القامات الشعرية الكويتية، القامات الكبيرة التي تركت بصماتها في الساحة المحلية وأيضا الساحة العربية. اليوم سوف نتحدث عن نموذجا آخر من نماذجنا الأدبية والشعرية في الكويت وقامة كبيرة من قاماته، وهو المرحوم الشاعر الأستاذ أحمد مشاري العدواني، وهو متعدد المساحات الثقافية والإدارية والفكرية، وإسهاماته سوف تظل على مدى التاريخ واضحة في الحياة الأدبية والثقافية في الكويت. المرحوم الشاعر أحمد مشاري العدواني توج عطاءاته وتدفقاته الشعرية والأدبية بالنشيد الوطني الذي تتغنى به الكويت أجيالا بعد أجيال رحمه الله، ويسعدني أن تشارك معي في بحث هذه القامة الكبيرة الشاعر أحمد مشاري العدواني الأستاذة الدكتورة نورية الرومي. فأهلا وسهلا فيك في برنامج مفكرة، وأنا سعيد بوجودك معي. أهلا وسهلا فيك، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام، وشاكرة لك يعني هذا اللقاء، وشاكرة لك هذا البرنامج حقيقة، لأن يعني هذا البرنامج يعد توثيق لمرحلة يعني مهمة من تاريخ الكويت الأدبي والثقافي، وسوف يظل في المكتبة يعني لأجيال قادمة تشاهد يعني هذه القامات التي أنت تحدثت عنها ووثقتها، فإن لم يقرؤوها سوف يشاهدوها ويسمعوها منك إن شاء الله. هذه شهادة اعتز فيها من لا والله حقيقة من باحثة وأستاذة لها مكانتها، لأن التوثيق مهم جدا جدا جدا، فإن ضاع الكتاب يبقى الصوت، وإذا ضاع الصوت تبقى الصورة. صحيح. لا وإن شاء الله إحنا بعد صوت وصورة، وشاكل لك مساهمتك معي وشاكل لك هذه الشهادة. حضرات المشاهدين، الأستاذة الدكتورة نورية الرومي غنية عن التعريف في المجال الأدبي والأكاديمي والثقافي، هي الأستاذة النقد الحديث والمعاصر في الخليج والجزيرة العربية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة الكويت، وأنا سعيد بوجودها معي ووجودي معها ووجودكم أيضا معها. الشاعر الراحل أحمد العدواني دكتورة نورية متعدد المساحات فكرا وأدبا وشعرا وثقافة وإدارة أيضا، كيف ترينه باعتبارك باحثة وكتبت عنه فيما كتبت عن القامات الشعرية والأدبية؟ بداية أرحب فيك وسعيدة بلقائك حقيقة. شكرا. وأحيي طبعا مشاهديك الكرام، وشاكرة لك هذا يعني اللقاء وهذا البرنامج يعني بصورة عامة، لأنه يوثق لمرحلة مهمة في تاريخ الكويت
يعني الأدبي والسياسي والنقدي والشعري، فهذا يعني مكتبة سوف يعني تهتم فيها الأجيال القادمة التي لم تحضر وتشهد هذه الفترة الزمنية. نتكلم عن شاعر يعني أنا بتعبيري البسيط أسميه السهل الممتنع. فأحمد العدواني شاعر قامة من قامات الشعر يعني في الكويت، وعندما نتكلم عن شاعر مثل يعني أحمد العدواني لابد أن نرجع إلى الوراء، إلى التكوين الذي تكون به هذا الشاعر، ثم هذا الشعر نتيجة يكون لهذا التكوين. فأحمد العدواني لم يعني يعيش الحياة الثقافة يعني الشعبية في الكويت، إنما بدأ حياته بالثقافة العلمية. أقصد أنه درس في المدرستين المباركية والأحمدية على أيدي أساتذة أجلاء من الوطن العربي، فتكون تكوينا علميا منهجيا منذ تأسيسه. شغل مناصب في وزارة التربية ويعني كان مدرسا وما إلى ذلك، ولكن التكوين الثاني المهم بحياته دراسته في جمهورية مصر العربية في التعليم الجامعي، وهي بيئة ثقافية واسعة يعني الكثيرة يعني الثراء، ومرتبطة مع الفضاء الخارجي العالمي بالثقافات الأجنبية، خاصة في مكتباته وأساتذته والأساتذة الذين أيضا درسوا طبعا في الخارج. هذه المرحلة مهمة في حياة جميع من درس يعني في الأربعينيات في جمهورية مصر العربية، ودرس في الأزهر الشريف عندها. نعم، ودرس يعني هذه الفترة أو هذه الحقبة أعطت يعني للكويت يعني كنوز يعني من يعني شبابها ورجالاتها، خاصة في مرحلة متقدمة في 39 في الأربعينيات. الأربعينيات أيوة 39 إلى 42 إلى 46 هذه المرحلة تقريبا، وخرجت لنا يعني جيل نعتبره الآن نحن رواد التنوير في منطقة الكويت إن لم نكن في منطقة الخليج والجزيرة العربية. جميعهم أعلام في مجالاتهم، وكلهم بهروا بالثقافة في مصر وانفتحوا على ثقافة لم يعني يرفدوها في بيئتهم المحدودة اللي هي طبعا الكويت، ويعني وجدوا عوالم جديدة أمامهم في نظام القصيدة، في شكل القصيدة، بهروا بالنثر، فكان لهذا كلهم بدأوا بداياتهم بالنثر، لأن نحن منطقة الخليج والجزيرة العربية نحن أهل شعر، والنثر دائما حضارة وتطور في التعليم، لأن يحتاج إلى مدارس وورقة وقلم وما إلى ذلك، فأغلبهم اتجهوا إلى النثر في البداية، فكتبوا الرواية والمقالة والعفو القصة القصيرة. ومنهم شاعرنا سوف أرجع، ولهذا كلهم صاروا كتاب قصة، وهم ليسوا بكتاب قصة. على سبيل المثال المرحوم الأستاذ جاسم القطامي كتب 25 قصة قصيرة في مجلة البعثة، وهو سياسي ورجل لمجال آخر. جميع مسافر. ولهذا أيضا الأستاذ أحمد العدواني بدأ كتاب في المسرحية، ولهذا هو والأستاذ أحمد الرجيب، لأن كان المسرح عامر في تلك البيئة الثقافية. فيعني اتجه الأستاذ أحمد الرجيب إلى المسرح، وليس بغريب، وبعدين أكمل مشواره المسرحي، إنما يبدأ الشاعر أحمد العدواني يعني في مسرحية مهزلة، في مهزلة نشرها في مجلة البعثة عام 46 تقريبا. فهذا يعني أنا أعتقد يعني بداية قد لا تكون واضحة بالنسبة لمن يعرف أحمد العدواني كقراءة، بداية ناضجة وقوية يعني. والمسرح لخطورته طبيعي. المسرح يعني هو أبو الفنون ولا يكتب إلا المتمكن، فأنا أريد أن أقول من هذا أن البداية الإبداعية عند أحمد العدواني كبيرة. فلم تكن بداية عادية. بعد هذا الشاعر تأثر بحركة الشعر في يعني جمهورية مصر العربية، خاصة بذيك المرحلة. نحن كنا في منطقة الخليج أو في الكويت تحديدا لا نزال بالشعر التقليدي. الشعر التقليدي هي القصيدة المطولة، وعادة تكون وقوف على الأطلال ومقسمة إلى يعني الرحلة والناقة ثم الغرض الأصلي والخاتمة، تصل أبياتها يعني إلى أرقام يعني عالية، موحدة الوزن والقافية. وجد في جمهورية مصر نظام المقطوعة
ولم يجد يعني المطولات، وجد في مصر الشاعر يعبر عن نفسه وليس غيره كما يعبرون في المقيل للوقوف على الأطلال والشعر التقليدي عن الغير أو القبيلة وما إلى ذلك. وجد أن الوجدان متسع يعني في هذا الشعر، يعني في بيئة ثقافية عالية مثل جمهورية مصر. من الأشعار الأعلام أيضا في مصر، يعني تتكلمين عن أيام أحمد شوقي والأدباء الكبار مثل عباس محمود العقاد وغيرهم، كنا إلى أي مدى تأثر فيهم؟ هو يعني تأثر، أنا أريد أن أقول أن التكوين الذي تكون في هذا الشاعر يعني أثر عليه بالفكر اولا، فتاثر بالفكر بالعقل، وبالتالي ارسل هذا الفكر الى الوجدان على عكس الشعراء الاخرين. لهذا انا اقول الشاعر احمد العدواني تكوينه مختلف. نعم. بدا بالمسرحيه قبل الشعر، والتكوين جاء من الثقافه التي استقاها، وهناك دخلت الفلسفات والعلوم، ولهذا كان تكوينه فلسفي اكثر، وبالتالي جاء شعره يعني يعبر عن جانب فكري متاثر بالتيارات السياسيه والتيارات الفكريه والفلسفيه، ثم جاء الوجدان يعني عنده، وبالتالي شعره لا يمكن أن يصنف مثل بقية شعراء جيله أو عصره. دائما شعره فيه يعني بالدرجة الأولى هو صعب أن نفصله، لهذا لا يمكن أن نضعه في الاتجاه الرومانسي فقط، ولا يمكن أن نضعه في الاتجاه الواقعي فقط، ولا يمكن أن نضعه في الاتجاه يعني الفلسفي. مثلا القصيدة المغنات اللي غناها، وراح نجي بعدين إحنا على الشعر المغنى للشاعر الكبير أحمد العدواني، سلو الكاعبة الحسناء، لو الواحد قرأ أبياتها يجد فيها المضمون اللي تفضلت فيه، فتفضلي. أولا يعني الشعر ممكن يكون في يعني الجانب الفلسفي أولا، والتعامل مع كل ما يعني يصف لك في الغزل، في المرأة، في الوطن، في جانب كبير من الصوفية. الصوفية بمعنى الارتقاء، الارتقاء يعني في الحب، الارتقاء في الوصف، في الوجدان. وهذه الصوفية وهذا النوع من الغزل يعني متأثر فيه أيضا بالشعر الأندلسي، متأثر في الشعر السائد في ذلك، يعني سواء يعني شوقي أو غيره أو أبناء يعني جيله. لهذا تجد القصيدة لها ما يعارضها، يعني من قصيدة سلو الكعب الأسناء يعني الحسناء ممكن يعني نجدها في ترى الشعر الأندلسي في ما يقابلها وغيرها. إذن في شيء اسمه تناص، ففي أحمد العدواني شعر تناص كبير مع يعني شعراء يعني الأندلس، مع يعني شعراء الجمهورية يعني مصر العربية، فيأخذ من كل شاعر ثقافة معينة، وعندما يعمل التناص أو يعمل الشعر لا يكون يعني بالوعي أو بالقصد، إنما يكون بالخلفية الثقافية الواسعة التي تتداعى وتترجم في نص الشعري. نعم، التكوين العروبي يعني مثل ما تفضلتي هو درس في مصر في مراحل متقدمة وعاصر عمالقة الأدب والثقافة والشعر هناك وفي العالم العربي، أيضا كونه جاي من المجتمع الكويتي المنفتح، هو منطلق من مجتمع منفتح على الثقافات، منفتح على الحضارات، إلى أي مدى هالجانب العروبي والجانب المنفتح المتسامح للمجتمع الكويتي أثر في شعره؟ على الرغم من كل ما رفض من الثقافات، على الرغم من كل ما احتك فيه من سياسات، على الرغم من كل معارفة، تجد في شعر أحمد العدواني نوع من العزلة، نوع من العزلة، وهذه لها مبرراتها. يعني المثقف إما العزلة الذاتية ولا الوطنية؟ لا، العزلة الذاتية، لكن وليس عن هم الوطن أو هم القومية العربية وما إلى ذلك. وتشعر في شعر دائما يشعر بالانفصال. لماذا؟ أنا أفسر شخصيا لتكوين الثقافي العالي، وفي مجتمع مقلق ليس هناك يعني توافق، ليس هناك عرف كيف؟ فيكون المثقف إما إيجابي منفتح أو إيجابي قد يكون ما أعرف، يعني يسمح للمشاهد يمكن غير منقلق أو سلبي في هذه الحالة.
فالمعروف عن الشاعر أحمد العدواني حتى على المستوى الشخصي قليل ترصيلات في المجتمع. لا صحيح. هو يعني في حتى المناسب التي كان يعني بها لا يمكن يكون أن يفتتح مناسبة أو يقص شريط، ليس هو أيضا ترى يعني متداخل مع الديوانيات المعروفة. هو غير محب للظهور بس عفوا دكتورة ما شاء الله عليك أنت متدفقة، بس أنا مضطر لفاصل حضرات المشاهدين ونكمل حوارنا مع الأستاذة الدكتورة نورية الرومي حول الشاعر المرحوم أحمد مشاري العدواني. تابعونا رجعنا. مع حاجة دولة الكويت لإعداد كوادرها الخاصة في الثلاثينيات من القرن الماضي، ابتعث الطالب أحمد مشاري العدواني مع ثلة من زملائه للقاهرة، حيث درس اللغة العربية التي أحبها في كلية اللغة العربية في الأزهر الشريف في الفترة ما بين عام 1939 حتى عام 1949. وخلال هذه الفترة كان العدواني قد بدأ يتلمس طريقه وينظر بعين المستقبل إلى واقع وطنه الذي كان أيضا يخوض مرحلة مخاض جديدة ينتقل فيها من حياة البداوة والصيد إلى تكوين الدولة الحديثة، فحرص على أن يكون له بعض الأثر في ذلك، فبدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة مع رفيقه حمد رجيب، وذلك في الفترة ما بين عام 1946 حتى عام 1954. كانت البصمات الأكثر تأثيراً للراحل أحمد العدواني عند انتقاله إلى وزارة الإعلام في عام 1965، حيث عين وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام لشؤون التلفزيون، ثم وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية، ثم أسند إليه في عام 1973 منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عند تأسيسه، وهي اللحظة التي بدأ العدواني فيها في تنفيذ مخططه في وضع بنية تحتية للثقافة والفنون في الكويت. نواصل معكم حضرات المشاهدين بحثنا حول المرحوم الشاعر والأديب أحمد مشاري العدواني مع الدكتورة نورية الرومي. تفضلي. هو يعني ما يعني لأن ثقافة عالية جدا، ولأن يعني تكوينه يعني مختلف عن الآخرين، أصبح هو مفكر، والمفكر دائما له عالمه، ولهذا أنا بحثي يعني اللي عملت عنه في مجلة عالم الفكر أو اللي أوجدته الحين موجود عندي في الكتاب هنا سميته العالم الشعري لأحمد العدواني. العالم الشعري يعني معناته عنده كون خاص فيه يسبح فيه، ما حد يشاركه في يعني السباحة بمياه الإقليمية، فليس الانفصال يعني خوش تعبير لا السباحة في مياه الإقليمية، ليس يعني أنا لا أقصد أنه منفصل يعني عن المجتمع والحياة، إنما أنا أتكلم أنه هو يعني حتى الإنسان المثقف العادي أحيانا يجلس في الديوانية لا يخوض في الأحاديث معهم، لأنه يجد في يعني بون شاسع بين فكرة وبينهم، لا ممكن هم يفهمون، بس مو من منطلق غرور، يعني أنا أعرفه شخصيا لا لا متواضع لا ودمث لا و لا أنا لا أقصد هذا، لا أنا لا أقصد هذا، لا العكس، هو يمكن قاعد يعيش الحالة اللي هو فيها يعني. أنا أتكلم المثقف دائما مفكر، دائما متأمل، صحيح. دائما صامت، نعم. وحتى في صمت نطق يعني المفكر دائما، نعم. يكون حتى في صمت النطق، الصمت البليغ يسمى. لا لا لا، والصمت أبلغ من النطق عادة. نعم الصمت أنا لا أقصد نعم. العزلة يعني الاجتماعية، لا أنا أتكلم عن أنه هو يعني عالي الفكر، صحيح. بدليل أن شعره نفهمه في التطوف، نفهمه في الاغتراب، هو من الشعراء اللي شعرهم اغتراب. لماذا اغتراب؟ لأن الاغتراب إما أن يكون زمان، تقول أنا هذا المجتمع أنا يعني بيني وبينهم فرق، عايشين في القرن كذا وأنا عايشة في القرن كذا، أو في المكان تكون أنت موجود مع ناس ولكن هؤلاء الناس يعني لا يكونون بمستواك، هناك غربة مكانية زمانية روحية، فهذا تصل دائما حالة المفكرين المثقفين الأدباء، ويعني هذا عالمهم، هذا كونهم، نعتبره سابق عصره يعني في نمط تفكيره وفي
إرهاصاتها الفكرية اللي تجلت في أعماله الأدبية أكيد والسهرية. وإذا قرأنا شعره نجد فيه مفارقة وفي تقابل تقابل ما بين فكرة في شعره وما هو يراه أمامه ولهذا يعني يفسر على أن تقابل أو تضاد في الشعر حتى في صوره الشعرية حتى في قصائده يعني تعبر عن موقفين متضادين وهذا التقابل يعني في اللاشعور ان كل مثقف وكل انسان لان البيئه متقابله لان البيئه متضاده لان البيئه ايضا يعني يدي وهذه من المراحل الانتقاليه لاي مجتمعات بهذه الطريقه خاصه اذا كان الانتقال مفاجئ وهو في عصر كان الانتقال مفاجئ من يعني المطوع الى الجامعه من البعثات الى الانفتاحات يعني في صحيح. الكويت لهذا يعني الرسم البياني في الكويت نسميه احنا قفزه وهذه كل فعل حاد يقابل رده فعل احد وهذا ما يحدث للمثقفين والمفكرين والمتصوفة أيضا شدى لك المجد وغنى الظفر فاختال بس والتباها حضر أرض الجدود واللي إذا نعكس الكلام اللي تفضلت فيه في التوصيف العلمي لفكر الشاعر المرحوم أحمد العدواني وإبداعاته الشعرية إذا نعكسها على دوره اللي قام فيه عندما تولى هو تولى عدة مسؤوليات طبعا. مثل ما تفضلت في التدريس في المعارف وقتها ويعني في مجال التعليم وثم من ثم وكيلا مساعدا في وزارة الإعلام وبعدين أصبح أمين عام أول أمين عام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى أي مدى فكرة التنويري وانطلاقاته الأدبية الواسعة وتكوينه انعكس في إذكاء وضع الثقافة والفنون والآداب في الكويت من خلال المجلس يعني الوطني. أنا أتكلم صادقة وليس يعني مجاملة يعني دوره في المجلس الوطني أنا أعتقد أنه يعني أسس ليعني حركة ثقافية ونهضة ثقافية يعني أنارت ليست على الكويت فقط إنما أنارت إلى يعني حدود يعني الخليج والجزيرة العربية هذا من ناحية في عهده أيضا يعني وفي عهد الشيخ أيضا جابر العلي كنا في السابق نستقبل الثقافة في عهدهما أصبحنا نصدر الثقافة سواء عن طريق مجلة العربي وزارة الإعلام أو يعني عالم الفكر أو عالم المعرفة يعني في عهد يعني الشاعر يعني أحمد العدواني فكل الوطن العربي يستقبل عالم الفكر كل الوطن العربي يبحث عن عالم المعرفة كل الوطن العربي يبحث عن مطبوعات يعني الوطن العربي كل العالم العربي يستقبل في عهده الأسابيع الثقافية كنا نغزو غزوا ثقافيا في هذا الأسبوع الثقافي جميع أرجاء الوطن العربي فإذا في عهده صدرنا الثقافة كنا في قبله نستقبل الثقافة نعم أمين عام الثقافة المصرية المفكر الأستاذ الدكتور جابر عصفور كتب كثيرا عن الأديب والشاعر أحمد العدواني ويعني في بعض مما كتبه قال أن استطاع الشاعر أحمد العدواني أو الأديب أحمد العدواني والمفكر أحمد العدواني أنه يمازج ما بين مجتمع الصحراء ومجتمع المدينة وقدر أن يوصل فكر المدينة إلى مجتمع الصحراء ما كتب الأستاذ جابر عصفور أيضا ربما يعتبر اعتراف بهذا الدور الكبير اللي قام فيه الأديب أحمد العدواني والشاعر أنا حقيقة أحيي الأستاذ جابر عصفور يعني من خلال برنامجك الأستاذ جابر عصفور
أستاذ فاضل علم من أعلام النقد على مستوى الوطن العربي. أكيد. تشرفت جامعة الكويت بوجوده معنا في قسم يعني اللغة العربية. نعم. وأيضا كان معنا في الفترة اللي أنا شغلت فيها عميل مساعد. هو صديق محب للكويت بقى. طبعا. وأيضا في الوقت اللي أنا كنت فيها عميل مساعد شؤون طلابية كان زميلي هو العميد للأبحاث ويعني في كلية الآداب طبعا. وهذا كلام ناقد يعني هو علم من أعلام النقد يعني وكلامه أيضا سليم وصحيح ولو طابقناه على الشعر فنجد يعني وأنا أشرت في أيضا كتبي لهذا الجانب ولكن حقيقة وشهادة للتاريخ أن أول من كتب عن الشاعر أحمد العدواني في دراسة نقدية سليمة هو الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم عبد الرحمن محمد. نعم. ونشرها في مجلة البيان يعني في بداية أيام ما كان هو في جامعة الكويت أيضا يدرس. نعم. في بداية الثمانينات ثم طبعها في كتاب في جمهورية مصر العربية. الأستاذان الفاضلان أعمدة من أعمدة النقد في الوطن العربي وفي تقارب ما بين يعني ما يعني كتب الأول وكتب الثاني لأن لا يستطيع إنسان يعني يضع يعني الشعر في الميزان النقد السليم يغفل يعني الفكر عند أحمد العدواني العقل عند أحمد العدواني في الشعر الفلسفة عند أحمد العدواني الرجوع إلى الصحراء والطبيعة والمدينة. لماذا الرجوع إلى الصحراء وهو في مدينة؟ لماذا هو يتكلم عن فكر وثقافات يعني متمازجة يعني استقاها من مصر ما بين الثقافة الإنجليزية والفرنسية والألمانية بعثاتهم أيام محمد علي كلها راحت إلى أوروبا وقرأ المترجم وقرأ لماذا؟ لأن الشاعر دائما يبحث عن خلاص عندما يشعر أن عقله يفوق مع احترامي للبيئة الكويتية ولرجالاتها ولي يعني من يعني ساهم في بنائها ولا يزالون على قيد الحياة أيضا يعني يشعر أنه في هناك نوع من الاغتراب هو يشعر بالاغتراب لأن تكوينه أيضا قد يعني يقلق في هذا الجانب وبالتالي يبحث عن يعني خلاص أغلب الشعراء ترى المثقفين ثقافة عالية يبحثون عن خلاص فهد العسكر كان خلاصة بالشكوى خلاصة في الغزل خلاصة يعني بالحب يعني خلاصة في الموت بالتمرد على بعض المفاهيم لا خلاصة في أنه يتمنى الموت أحمد العدواني عنده خلاص في كيف في الرجوع إلى الماضي في الحنين إلى الماضي بدليل أن الشعر عن الصحراء عن بيت الشعر عن نعم. كذا ما في لماذا لأنه يعتقد أن في الماضي نقاوة وفي الماضي مثالية الماضي فيها أصالة لم تختلط يعني يعني كما اختلطت المدينة يعني في عهده ولهذا يعني الأستاذ جابر عصفور والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن يعني وقفوا عند جوانب أضفت أنا عليهم في الخلاص في الحنين واستلهام الماضي والمدينة القديمة. ربما أنت دكتورة نورية يعني أصبت كبد الواقع والحقيقة في التحليل بأن شخصية الأستاذ المرحوم أحمد العدواني يعني كانت تحاكي الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي في الوقت اللي هو يرى أن هناك محاولات للتضييق أو تضييق الخناق على هذا المجتمع المنفتح اللي هو أتى منه وهذا واضح في كتاباته. لا هو جاء بتكوين ثقافي عالي جدا من بيئة منفتحة ومختلطة يعني العوالم الأجنبية الغربية لمجتمع مغلق وهو سليل الصحراء عموما طبعا لا ومجتمع مغلق في الأربعينيات صحيح. ولهذا كيف يوائم ما بين يعني تكوينه العقلي الثقافي وما بين مجتمع لا يزال منغلق في الأربعينيات والخمسينيات متى بدأ الانفتاح مو مع الدستور والستينيات فعاش على الأقل 30 سنة في صراع صحيح صراع ما بين التكوين العقلي والحياة المعاشة في المجتمع ما بين الانفتاحات التي شاف في بيئة جمهورية مصر العربية والمرأة ووجودها بالمدرج ويعني وحرية التعبير والرأي والآخر إلى مجتمع لا يسمح إلا بالنص
هذا الذي جعله عنده نوع من العزلة والاغتراب، شعر في غربة بعد انفتاحه، وهذا أمر طبيعي ترى، كل إنسان يتكون يعني تكوين في بيئات أجنبية عندما يعود يشعر بالغربة في وطنه، يحاول جاهدا أن يعني يتأقلم مع هذا المجتمع بشكل أو بآخر، إن لم يستطع يوجد لنفسه الخلاص، فخلاصه في استلهام الماضي والمدينة القديمة أو الصحراء، كل واحد يعبر بطريقته. نعم. بنتقل معك بهذا يعني التدفق ما شاء الله عليك في التحليل، بنتقل الى نقطه يمكن متصله، وهي احنا نعرف عن الشاعر الكبير الاستاذ احمد مشاري العدواني ان كتاباته الشعريه بالذات دائما وحتى الادبيه الاخرى مثل المسرحيه باللغه العربيه الفصحى. طبعا. والسؤال في هذا المجال، هل هذا بسبب تكوينه الثقافي والادبي ام تمرده على فكره العامية وربما تأثيرها على اللغة العربية؟ بس باخذ إجابتك بعد هذا الفاصل. حضرات المشاهدين، فاصل ونكمل، تابعونا رجاء. كانت الأغنية في حياة أحمد العدواني جزءاً من مخطط النهضة لمنطقة الخليج العربي، إذ كانت الأغنية الكويتية هي الرائدة في المنطقة، وقد ساهمت كتابات الرعيل الأول من الشعراء والأدباء الكويتيين في تطوير الأغنية ومنحها مساحة جديدة للتعبير. حاول العدواني بشعره الغنائي أن يرصد اللحظات الوطنية الفريدة في تاريخ دولته وأمته، ولم يغفل التعبير عن النواحي العاطفية بقصائد غنائية شدا بها نجوم الغناء في الكويت والمنطقة العربية. أحمد مشاري العدواني توج أعماله الشعرية وخلد اسمه في تاريخ الكويت بنظم كلمات النشيد الوطني وطن الكويت سلمت للمجد، التي ربطت اسم الشاعر الكبير في أطراف وطنه مع كل مرة يعزف فيها السلام الوطني، وتردد الأجيال كلماته المعبرة التي صاغها لحنا خالدا الفنان الراحل إبراهيم الصولة رحمهم الله جميعا. نستكمل معكم حضرات المشاهدين بحثنا في هذه الحلقة من برنامج مفكرة حول الأستاذ المرحوم أحمد مشاري العدواني. كان السؤال قبل الفاصل، هل كتابة الشاعر الكبير أو الأديب الكبير أحمد مشاري العدواني باللغة العربية الفصحى مستمدة من تكوينه الثقافي أم تمرد على الإساءة ربما أو التأثير، مع احترامي لمن يكتب بالعامية، أنه لا يريد أن يكتب العامية لكي لا يعني يؤثر على مسار اللغة العربية اللي معتنقها الفصحى. أنا لا أستطيع أن أجزم، ولكن أعتقد أن يعني الشاعر يعني بقراءاته الكثيرة، يعني بدراساته يعني في الجامعة، بكتابته أو نظمة للشعر العربي الفصيح، ألف اللغة العربية، يعني ربما وصل إلى مرحلة عشق اللغة العربية، ومن عشقه أعتقد يعني لا يرى سوى يعني ما يعشقه. ولهذا اللغة العربية أيضا ساحرة، اللغة العربية ساحرة، اللغة العربية جاذبة، ولهذا يعني أعتقد أسباب كثيرة جعلته يعني ينظم يعني شعره باللغة العربية. وهو ما نظم أبدا بالعامية، أنا لم أطلع، ولسبب مهم، أن اللغة العربية مفهومة على مستوى الوطن العربي، وهو خطاب الشعري موجه للوطن العربي. نعم. وبالتالي اللهجة قد تكون محدودة وضيقة، بس يعني مجالها يعني قد يكون الكويت وأن تعدها إلى يعني الخليج العربي. هو الشاعر عنده رسالتين، رسالة الشعر ورسالة الأدب، فالرسائل هذه موجهة لمن؟ لنفسه
حتما لا، هو يعني القصيدة يعني تكون إبداع من الداخل، تنطلق تطير في الفضاء. يعني هذا الفضاء من؟ إذن الإنسان العربي يعني من المحيط إلى الخليج. ما هي اللغة المشتركة بين هذه الشعوب؟ اللغة العربية. نعم. ثم يعني القرآن يعني نزل بلغتنا العربية. نعم. فأكيد هذا قد يكون يعني اعتزاز أيضا بهذا اللغة العربية، جزء من الاعتزاز. نعم. والجزء الثاني مخاطبة الشعب العربي لكي يفهم ماذا ما يقول. نعم. هو يعني يمكن احنا لاحظنا ايضا في هذا الجزء من حلقتنا والجزء الاخير من حلقتنا راح نتكلم عن الشعر المغنى للاستاذ المرحوم احمد مشاري العدواني، مثل ما نعرف يعني له قائمه من الاعمال الكثيره التي غناها كبار المطربين او خلينا نقول الفنانين العرب، من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة على مستوى يعني الوطن العربي وغيرهم، وأيضا غنى له أستاذ شادي الخليج في روائع الأغاني طبعاً. بداية من أنا أن نحمي الحمى والوطن وأنا أن ندفع عنه الإيحنة، واللي نشوفها في موسيقى نشرة الأخبار يمكن كثير من الشباب ما يعرفون عنها. ايضا حتى وهو يحاكي الحاله الكويتيه البحته والحاله في البحر مثلا، قال لي خليل حسين يعجب الناظرين، جيت انا ابغي الوصال كودي قلبه يلين. مزج ما بين اللغه العربيه والعاميه. كيف تنظرين كناقده وكاستاذه في النقد الادبي للشعر الغنائي للاستاذ احمد؟ يعني لو يعني ناخذ بس أغنية واحدة أعتقد تكون ديوان، يعني سواء لخليل حسين أو يا دارنا يا دار طبعا يعني، أو مثلا يعني وطني الكويت سلمت للمجدي، هذه عاد قمة. في 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 كل قصيدة يعني بدون مبالغة يعني في سنوات عمري المختلفة، زين في كل مرة أجد في هالأغاني سحر وجمال مختلف. صحيح. لي خليل حسين يعجب الناظرين، جيت أنا أبغي الوصال ليت قلبه يلين، كودي قلبه يلين، يقول قلبه يلين. في هذه شوف هذه المقدمة فيها استعطاف وفيها رجاء وفيها انكسار وفيها تمهيد. أنا لو بقول لك بس في النقد بهالمقدمة بقعد معك لي صبح. صادني فيها ما سباني سواه. أوكي. يقول لك القمر طلعته والغزال لفتته. نعم. في الجبين والسحر فتنته في النحر والجبين. في النحر والجبين رسم صورة المرأة، جمال المرأة، مقاييس الجمال في المرأة كلها ترى في بيتين. نعم. وفي هذه الحالة يعني يكون العدواني عدواني آخر، غير العدواني في الشعر الفلسفي، غير العدواني في الشعر يعني الذهني. نعم. بعدين كم التشبيهات، كم الصور في صورة المرأة في هذه الأغنية طبعا، والملحن المبدع اللي طبعا يعني لحنها وأداء صالح أحمد باقر. نعم. طبعا يعني والفنان يعني الله أطال الله في عمره الأستاذ شادي الخليج، هذه كلها ملحمة ولوحات متكاملة في الغزل، في الحب. صحيح. في التذلل للمرأة في صورة جمال المرأة. سباني سوى هاه من حسنا هاه من حسنا يزيد
عندما كتب حتى بالشعر الوطني، وانت اشرتي الى يا دارنا يا دار، وايضا ارض الجدود اللي غنتها لام كلثوم، هو حرص على انه يغني وطنه باللغه العربيه الفصحى، وكونها تغنى يعني بصوت سيده الغناء العربي سيده ام كلثوم، هو حاول ان يوصل فيها رساله ايضا للعالم الاخر. يا دارنا يا دار يا منبت الأحرار طبعاً يعني في شعره الوطني كله في خطاب أو عدة خطابات. الخطاب الأول الخطاب الوطني، نعم. هذا الخطاب الوطني يندرج تحت حب الوطن، نعم. الاعتزاز في الوطن، الفخر في الوطن، بيان جوانب الجمال في هذا الوطن، هذا كله في كلمة الوطن. في شعر الوطني نجد أنه يفاخر ويتباهى في الوطن، لا. فكأنه يرسل رسالة للقارئ أو السامع أن هذا الوطن لا مثيل ولا يشبهه وطن. صحيح. قال لك في طبعا الأغنية اللي غنتها أم كلثوم عن الكويت، قال يعني الدر في بحرها، في التبر في أرضها والدر في بحرها، نعم. جمع لك بين، شوفت في التقابل، هو كل شعر يقوم على التقابل وعلى التضاد، يعني الماء غير الرمل، ولكن يعني جمعهم في صورة شعرية جميلة، فقرب بين التضاد وأذاب التنافر ما بين يعني الجاف والسائل، فلهذا عطى البحر خاصة في جمال، وخاصة في كنز من كنوز طبعا تاريخنا في الغوص، وعشنا نحن على اللؤلؤ اللي هو يعني الدر اللي موجود في يعني البحر، وكان يعني جبنا العالم، وصرنا يعني من كبار التجار سواء في يعني شرق آسيا الهند أو اليابان، أو جبنا أوروبا وباعوا اللؤلؤ في فرنسا أو غيره. ثم يريد أن يقول أن الكويت تاريخيا اقتصاديا انتقلت إلى عصر النفط، فالله فجر يعني التبر اللي هو الذهب، نعم. يعني من أراضيها من صور، نعم. شعرية لا يقولها إلا أحمد العدواني. يمكن ايضا في مجال الشعر المغنى للاستاذ احمد العدواني يمكن لامس ايضا العاميه في اغنيتين، اغنيه هولو بين المنازل اللي غناها الاستاذ شادي الخليج عن البحر، وايضا الاغنيه العاطفيه اللي غنتها الفنانه نجاح سلام لما اداري والهوى نمام على حالي. يعني هي باللغه العربيه المبسطه، ولكن أيضا لم يبتعد كثيرا عن الفصحى. هو الشاعر عنده خطاب في كل قصيدة يوجهها لمن، نعم. عنده خطاب وطني يوجهها لعامة الناس في كل طبقاتهم الثقافية والعلمية، عنده خطاب قومي عربي، ولهذا اللغة فيه عالية جدا، واللغة مكتملة الأركان ليفهمها القاصي والداني، فأيضا يخاطب الإنسان العادي في طبعا المجتمع الخليجي أو تحديدا في الكويت فيما تفضلت فيه الآن، ولكنه لا يستطيع أن ينزل أكثر من هذا، فهو خلق لك اللهجة المعربة، أيوة. إنجاز التعبير، وبالتالي في هذه الحالة لا تستطيع أن تنسبها إلى يعني اللهجة، وهي أقرب إلى الفصحى، ولا تستطيع أن تقول أن الإنسان العادي لم يفهمها. صحيح. ويعني مثلا عطى الصورة المسرحية مثل ما تفضلت انطلاقته يعني في العمل المسرحي أو الكتابة المسرحية، لما يقول يا حلم السمار في الليل الهادي، الله. يا شدو الأطيار في روض الوادي، عندي شوف لك الوزن، أسرار شوف الوزن شون. عندي لك أسرار شاغلة فؤادي، طبعا.
هو يتكلم عن بحار على ظهر السفينة يا حلم السمار في الليلة الهادي يا شدو، فيعني هذا يترجم الكلام اللي تفضلت فيه. لا العفو، هذه الأبيات يعني مع احترامي اللي يعني ما تفضلت فيه، هي مخاطبة للإنسان يعني في الكويت، وأيضا لنا جاية في أغنية هول في إيه، وفيها مفردات البحر، مفردات البحر صحيح. او اللغه يعني في هذه الاغنيه، وبنفس الوقت فيها عبق تاريخنا في البحر بالضبط. فثلاث طبعا مستويات، المستوى الاهم هو المسكوت عنه، المسكوت عنه اللي يعني غير منطوق، هو الجانب الغزلي غير واضح في القصيده صحيح. نختم لقائنا في نسمع رأيك في اليوم، أجيالنا تغني الآن وسوف تغني في المستقبل أنشودة وطني الكويت سلمت للمجدي. اختيار هذه الأنشودة كونها منطلقة من الشاعر الكبير الأستاذ أحمد العدواني وتحولت إلى السلام الوطني أو النشيد الوطني والكل يغني، شو منظورك لها؟ أنا في وقتها كنت يعني عضو المجلس في المجلس الوطني للثقافة الوطني، مجلس الوطني للثقافة والآداب، وشكلت لجنة لاختيار، طبعا وضع إعلان وجاءت نصوص عديدة من يعني الشعراء في الكويت، وشكلت اللجنة، وهذه اللجنة عملت يعني مقارنة وكذا اختيارات ورست طبعا على هذه القصيدة، وهذا اختيار طبعا موفق. هذه يعني القصيدة جانب آخر فيها دعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت، وطني الكويت سلمت للوزدي، طبعا يدعو الله سبحانه أن يذيب وعلى جبينك. إذن في الدعاء بدأ ثم يعني بيّن اعتزاز الكويت ويعني ورفعت الكويت في جبينها، ويعني والكويت هي يعني جزء من الوطن العربي، فيها جانب قومي هذه لا. القصيدة يعني أنا أعتقد أن الله أكبر أنهم عرب طبعا، وفيها الجانب الإسلامي، شوف لا. الله أكبر، يعني جمع عدة عناصر يعني فيها، وفي هذه الحالة يعني شكلت التكوين باختصار، تجلت عبقريته الشعرية، التكوين اللي تكلمنا عنه في هذه الحالة حشدها بهذه الأغنية، واستحقت أن تكون السلام الأميري لنا لأنها مربوطة الوطني العفو، وتكلمت عن ماضينا وتاريخنا وفخرنا واعتزازنا، وأيضا ربطتنا في القومية العربية واعتزازنا بديننا الإسلامي، وهذه قيمتها طبعا. رحم الله شاعرنا الكبير أحمد بشاري العدواني وكل أمثاله من القامات الكبيرة، وأطلع في عمر القام منهم وأطلع في عمرك، وشاكل لك جدا على هذه المشاركة والمساهمة معي في حلقتنا اليوم. لا يعني أنا أشكرك حقيقة، وهذا جزء من واجبي سواء يعني في خدمة المجتمع، وهذه رسالة من رسائل طبعا الجامعة، وجزء من واجبي في خدمة الحركة الأدبية والشعر بالكويت بحكم التخصص، ويستاهل الشاعر أحمد العدواني يعني الشهادات يعني هذه، وتستاهل أنت في برنامجك أن نكون معك وقت ما تشاء. شكرا تحية جزيلا لك، وشكري لمشاهدينك الأعزاء. شكرا جزيلا لك مرة ثانية دكتورة نوريا الرومي، شكرا لكم حضرة المشاهدين على المتابعة، ألقاكم في حلقات أخرى من برنامج مفكرة، وإلى اللقاء.